بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البط، بصوا ادي البط اللي فضل من رجل البطه، دمت 6 2 4 6 ومات 5، كانوا 11 واحده. الحمد لله عملت لهم، جبت لهم كل حاجه، حطيت لهم شاي في الميه، حطيت لهم يوم، حطيت لهم حلبه، حطيت لهم عسل، بس هو العسل التاجي اللي جاب نتيجه لحد بسم الله ما شاء الله. لا هدومت اللي فضلوا حلوين دلوقتي، عندهم اسبوعين، عندهم اسبوعين، بصوا وزنهم جميل وحلو، بياكلوا بادي وهم صغيرين، ما ياكلوش حاجه الا بادي وميه بس، بنجيب لهم عسل على طول. شايفين بسم الله ما شاء الله. وغيبت عليهم في الاكل، راحت اخذتهم وراحت انتلجت في الجنينه تحت الشجر، اخذتهم لقيت المفاجاه، اخدهم وقاعده تتمشى بيهم في السوق. الحمد لله، الحمد لله ان فضل منهم حاجه، الحمد لله. اي امهم قاعده معاهم اهو، عندهم اسبوعين وحلوين، ما حلوين حلوين ووزنهم حلو، الريش سلل في الديل بتاعهم اهو، شايفين اهو بسم الله ما شاء الله والحمد لله. وخفوا وكانوا في بعد واحده مكسحه كده اهوت، حطيت رجليها في ميه ساقعه راحت خفه، وبنديهم عسل بقى على طول ايه عشان فيتامينات. الحمد لله، الحمد لله بقوا كويسين ازاي. يا سلام، خايفه اللي انا نيجي جنبهم وهم فضلوا هم 6 حلوين رضا، بس حلوين بس ربنا يخليهم، باينين هم زي الشمس، 3 نتايات و3 ذكوره، النتايات راسها صغنططه اهي وصغننين، هو نظريا كده اهوت، ما نعرفش الا نظريا، نظريا نلاقي الذكر دماغه كبيره والنتايه راسها صغيره، 3 نتايات و3 ذكوره حلوين بس ربنا يخليهم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لي فيهم. بص وهي قاعده معاهم اهي، ممنوع حد يجي جنبهم يعني، بص لو نيجي جنبهم ها تفتح عينيها، ممنوع حد يجي جنبهم من الفراخ ولا اي حاجه. يا سلام، بسم الله ما شاء الله، الحمد لله، وخلاص التعب اللي كان عندهم خف والحمد لله خف، وعدت الوعكه الصحيه، بس مش مهم، يلا اللي ماتوا بس مش مهم. انا كنتش مصدقه لان انا عارفه البط ما بينفعش، البط ما بينفعش في الصيف، الحمد لله دول فضلوا حلوين 100 100، تاخدتهم تتمشى بيهم، 3 ذكوره و3 نتايات حلوين رضا، الحمد لله ربنا خلاهم. كده اسبوعين نقعد ناكلهم بدي لحد شهر، وبعد شهر بقى ايه ياكلوا اكل البيت، ياكلوا رده رد على عيش. ياكلوا اي حاجه بقى، اكل البيت ياكلوا 100 100 اكل، بس هما يتدلعوا الشهر بس الاولاني، ودره اصفر اي حاجه، ياكلوا اي حاجه، الاكل اللي يزيد بعد كده مفيش اي مشاكل. وناكلهم غله، انا الطيور بتاعي لازم نعشيها غله بالليل، بس بعد لما تكمل بعد شهر بقى، البط بتاعي كله ناكله غله بيه، يتعشى غله، يربي فص والاناث تبيد على طول. سلام، بص حرصهم ازاي. بسم الله ما شاء الله، يلا ورونا خطوتك كده ومشي كده شويه كده، تمشي كده اهو، هي ماشيه فضلتوا معايا وهي ماشيه، هي طلعت بره لقيتها ماشيه وهم ماشيين وراها. يا اختي خايفه من ايه؟ يلا يلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشوفكم في فيديو جديد. ماشيه تحت الرمان.